ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أطلق شاب مثلي الجنس صرخة استغاثة لحمايته من تهديدات بالقتل وجهتها له زوجة مشغله. المثلي المدعو محمد غزال القاطن بمدينة فاس من مواليد 1981 أطلق صرخة استغاثة عبر شريط فيديو تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي أوضح فيه أسباب تهديد زوجة مشغله بالقتل والحرق بالماء القاطع، وقال إن قبل شهر طلبت منه زميلة تشتغل معه بمطعم الذي يشتغل فيه لمدة 10 سنوات أن يحمل الشيشة لرب عمله بمكتبه، فراوده هذا الأخير عن نفسه ومارس عليه الجنس بشكل رضائي، وأضاف وبعد فترة علمت زوجة رب عمله بالواقعة فاتصلت به هاتفيا وهددته بالحرق بالماء القاطع وتهجيره من مدينة فاس، مما أشعره بالرهبة والخوف فلجأ إلى الاختباء بالمنزل الذي يقيم به وأحكم إغلاق أبوابه خوفا من أشقاء زوجة مشغله ولا يخرج منه إلا في ساعات متأخرة من الليل لاقتناء السجائر والماء بعدما توعدته بأديته وحرضت أشقائها عليه. السلام عليكم أخوتي المغاربة، أنا محمد غزال من مدينة فاس، تاريخ الازدياد 1981. أنا يتيم، ما عندي لا أم لا أب، عندي غير الله في الدنيا، ما عندي حتى واحد، وعندي نتوما خوتي المغاربة. نعود لكم القصة ديالي. أنا خدام في ريستورا سميتها لا ميداي، جاية في سونترفيل هنا في فاس، خدام هادي 10 سنين، عندي معلمة ومعلم، مرا وراجلها. أنا سيدي خدمت هاد 10 سنين كاملة، هادي شي شهر المعلم في البيرو الفوق مبلي بشيشة، صوبوا له الشيشة، جات واحد العلوية خدامة معايا الله ياخذ فيها الحق، قلت لي طلع عند المعلم، طلع له الشيشة، طلعت للمعلم الشيشة، هي هاديك بغا يمارس معايا، فعلا مارس معايا. جيت أنا هبطت، ما بغيتش نبين المعلمة حتى حاجة، خفت إنه يوقعوا في الطلاق ولا يوقع شكون السبب هذاك ولا ما نعرف. هي هاديك دازت جو سيمانات مشات ديك العلوية عند المعلمة، قالت لها راه غزال محمد راه مارس مع راجلك. هي هاديك أنا كنت في الدار ملي قالتها لها هي هاد الهضرة، عيطات لي المعلمة في التليفون، قالت لي يا الغدار يا الداير يا الفاعل بواحد الألفاظ ما فيها ما تسمعو، أنا نحرقك بلا سيد. قالت لي أنا هو قالت لي أنا هي اللي نحرقك، قالت لي أنا هي اللي نخويك فاس، أنا هي اللي نقتلك. يا هاديك هادشي بنهار الجمعة، جيت أنا من نهار الجمعة صافي، منين وقع هادشي جيت أنا قلت للمعلمة تهضر ما كاين والو، قالت لي يا الغدار والله تنحرقك. يا هاديك أنا تنخافك كنتي تسنتو. هي هاديك دخلت لبيتي، انتوما شوفوا بيتي، هاد البيت، بعد داري زوينه اللي خلات لي امي ب3 مليون، جيت عين هارون وصدقت لي، المعلمه واخده لي هاد البيوت كلهم راشين كلهم تيطيحوا، ديك 3 مليون قلت لها حقا ما تسكنش في داك الحومه يتكرفصوا عليك يديروا لك، جاتني الحومه حدا خوتها في الملاع. هي هاديك انتوما شوفوا، البيت. شوفوا احبابي البيت، شوفوا احبابي كي تيطع عليا تحت على عينيا من هاد الشقاق، شوفوا احبابي، شوفوا وقوة الخوف والرعب سد عليا، الباب بالساروت، سد عليا بالساروت باش ما يفرعوش عليا الباب ويدخلوا عليا، حيت ما عنديش شكون اللي يوقف معايا، ما كاين حتى واحد، لا عائله لا والو لا خوت لا احباب غير الله سبحانه وتعالى. باش انا سجلت هاد الفيديو باش نصيفطو وتشوفوا اخوتي المغاربه، انا حقا مثلي الله يعفو عليا مثلي، ولكن ماشي بالعنف، ماشي هكاك. هي هاديك
ليا قصتي انا باقي دابا مخباه الان الجوع. تنخرج في الثلاثه د الليل تمشي نشري الكروم عند واحد السيد وتنعمر قرعه د الماء وتنجي في الثلاثه د الليل وتندخل عاوتاني نبقاها في الدار حتى الغدا في الثلاثه د الليل عاوتاني على ما تتخوى الدنيا، لان هي خوتها ساكنين هنا معايا في الموبل، وقالت لهم الا شتوه قتلوه بالعصا، قتلوه ولا ديروا فيه شي كارثه، المهم ما تخليوهش حي. وانا خيفان على راسي وما لقيتش اللي يعتقني. نتوما عتقوني اخوتي المغاربه، انا ما عندي حتى واحد من غيركم، عندي الله وانتوما. الله ينصركم تنتعذب، الله ينصركم. نشكركم على حسن المتابعه قناه ماروك اخبار يوميه.